عصروها حتى صاحت يا مهدي وباسمك أمك ناحت يا مهدي سطروها حين قالت يا مهدي وكفوف الغدرة نالت يا ضربوها حين قالت يا مهدي وكفوف الغدرة نالت يا مهدي ويا التعدي ولك يا مهدي بس التعدي وينك يا مهدي وينك يا مهدي عصروها حتى صاحت يا مهدي وباسمك أمك ناحت يا مهدي عصروها حتى صاحت يا مهدي وباسمك أمك ناحت يا مهدي بس انت عندي ولك يا مهدي ولك يا من جون المنزلي كان ما واحد إلي علي ومكتف علي بالوصية ارفع ايدك وانطق رحم الله والديك من جون المنزلي كان ما واحد لي علي ومكتف علي بالوصية واني وعدت النبي قال لي لا تندبي لو اجاك الناصبي بالرزية بالرزية كان ضلعي بوجع وخدي المهدي انصفى وصوت بمتوني الطباع وبيدي لكن ضلعي بوجع وخدي المهدي انصفى وصوت بمتوني الطباع وبيدي يما من يوم الكسر ضلعي يما أنا متاني بدمعي عجل اللهم لك أدعيك المسيح المسيح يما من يوم الكسر ضلعي يما أنا متاني بدمعي عجل اللهم لك أدعي كلمة سيئة كلمة سيئة ولسان الحالة يبدي يا مهدي وسنين لا تستعدي يا مهدي هلا هلا ولسان الحالة يبدي يا مهدي وسنين لا تستعدي يا مهدي
دمعي على خدي وينك يا مهدي دمعي على خدي وينك يا مهدي وينك يا مهدي شبيها فاطمة عشروها حتى صاحت لخادم المهدي وخادم فاطمة الزهراء كريم التميمي عمي دار بيها الطاهرة وبابها للمغفرة اجا العجل وسامرة معتنيها صادق يقول بعض رسول الله المسلمين هم اتخذوا لهم عجل وعبدوا من دون الله دار بيها الطاهرة دار بيها الطاهرة وبابها للمغفرة اجا العجل وسامرة معتنيها جاب غلمان وحطب الفاطمة وبلا سبب الباب بجدام انضراب قاصديها قاصديها سمع حيدر فاطمة من الكسور متألمة سمع حيدر فاطمة من الكسور متألمة والصحن ما يلحمها من يجيها من يجيها من يجيها وهي ما صاحت على الحقني نادتك يا مهدي أدركني وهي ما صاحت علي نادتك يا المهدي تلقى بابي مكسرة يا ابني ودمي بيها تلقى بابي مكسرة يا ابني تلقى عيني تلقى عيني تلقى ضلعي تلقى بابي مكسرة يا بني ودمي بيها كسروها كسروا ظلم يا مهدي بعد صفعوني أذهب سمعي يا مهدي المن تشتكي الغيرة كسروها كسروا ظلمك صفعوني أذهب سمعي يا مهدي يا حال أبدي وينك يا مهدي يا حال أبدي وينك يا مهدي اي ولك يا مهدي ولك يا مهدي عصروها حتى صاحت عصروها حتى صاحت يا مهدي وباسمك امك لاحت يا مهدي عصروها حتى صاحت
ولك يا مهدي. حزن يا عقوب ايش كثر ويوسف بعرش وقصر، حزن يا عقوب ايش كثر ويوسف بعرش وقصر، او بالصحار انت عمر والنوايح، بالصحار انت عمر ويا النوايح. حزن يا عقوب ايش كثر ويوسف بعرش وقصر، يا صاحب الزمان او بالصحار انت عمر والنوايح. عيما يا عقوب وبصر من قميص ابن حضار، وانت ما منك خبار يا ابو صالح، وانت ما منك خبار يا ابو صالح. عيما يا عقوب وبصر من قميص ابن حضار، وانت ما منك خبار يا ابو صالح، يا ابو صالح. الزهرة مخضوبة بدمع والضلوع مهشمة، وانا يوسف فاطمة لو ملامح، الزهرة مخضوبة بدمع والضلوع مش، وانا يوسف فاطمة لو ملامح، لو ملامح، لو ملامح منك تمرها. فاطمة مكسور خاطر، بس قميصك لو ملامح منك تمر، فاطمة مكسور خاطر، الباب والبسمار يعصير عليها طاي. سطروها حين قالت يا مهدي، وكفوف الغدرة نالت يا مهدي، ضربوها حين قالت يا مهدي، وكفوف الغدرة نالت يا مهدي. ويا التعدي وينك يا مهدي، وينك يا مهدي، وينك يا مهدي، قول عصروها حتى صاحت مك سيد الحبيب. عصروها حتى صاحت يا مهدي، وباسمك أمك راحت يا مهدي. بس انت عندي ولك يا مهدي، بس انت عندي ولك يا مهدي، ولك يا مهدي، ولك يا مهدي. ضلعي حسيتي يطق، ضلعي حسيتي يطق، ودار اشوفه يحترق،
ضلعي حسيته يطق ودار اشوف انت احترق لا كذب لا من صديق ناس جتني الناس تتفرج علي وانا دم ضلعي بدي الباب صار الخدر في حجبتني الأصعب من الضربة والزهراء الناس الواقفة اللي يشوفوا لهم 300 زلمة يضربوا بمرة وساكتين جيبها وهالمرة هاي بتنبيهم ضلعي حسيته يطيق ودار اشوفه يحترق الناس تتفرج عليه وانا دم ضلعي بدأ الباب صار الخدر في حجبتني ومن خدا وحدار طحين خلوا بين عمي صحيت ابجيت يا ابني وفرفحيت بصوت ردني ابصار طردني بجنيني وظل عمي احتار وانظر اخذ وعلي من دار يما مهدي اسولف لك بجنيني وضلعي محتارة وهم أخذوا علي من دارة متاني جدك تاخذ بثارة يمت يا ابني سليم بن قيس لما يقول لما دخلوا على أمير المؤمنين للبيت وشافوا وش سووا فاطمة ما تحمل جرة للثاني جرة من تلابيبه الرواية تقول وقعد على القاع سحب ذو الفقار حط على رقبته قال له أفي بيتي يا ابن صهاك ببيتي وتضرب فاطمة قدام يدرون موصى قال له أنت موصى يا علي قال له والله لولا الوصية ودين الله ورجع سيف الفقارة ضلعي يمه وبجنيني محتارة وهم أخذوا علمي من دارة ولولا الوصية جبال ما تقدر تاخذ علي من دارة امتاني جدك تاخذ بثارة يمت يا ابني والله قول يمت يا ابني يمتى يا ابني ايه وضلوعي تبكي صبرا يا ما ولبعدك نار حرة ايه وضلوع تبكي صبرا ما ايه ولبعدك نار حرة خلوني وحدي ولد يا مهدي خلوني وحدي ولد يا مهدي ولك يا مهدي ولك يا مهدي قول عصروها عصروها حتى صاحت يا مهدي وباسمك أم أعلى أعلى عصروها حتى صاحت يا مهدي
يا مهدي وينك يا مهدي. أي العلي قلت وصيتي من تطلع جنازتي، العلي قلت وصيتي من تطلع جنازتي، لا تدل بدفنتي للنواصي. من يجي المهدي ويمور لمبنات على القبر، وإنك الوحدة بكتور هالغرايب، يجيب ويا شيعتي وبيدي ابني حضرتي، يجيب ويا شيعتي وبيدي ابني حضرتي، وزينب ترد وحشتي، قلبي ذايب قلبي ذايب. اي ومن رقية تجي ام قبري، رايد احضنها على صدري، حتى لو ضلوع مكسره بس اشوف رقية اشبقها نذر. من رقية تجي ام قبري، رايد احضنها. ليش يا فاطمة؟ لسه خايفة والدمع يجري من الخرايب، من الخرايب. هل تجمع شمل الأهل يا مهدي، أحظى بالوصل لعلي يا مهدي. هل تجمع شمل الأهل يا مهدي، أحظى بالوصل لعلي يا مهدي. يما عذبني بعدي، ولك يا مهدي.